السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. ومبروك عواشركم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. ورمضان مبارك كريم، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وطولة العمر يا ربي. اليوم الحمد لله عندنا هنايا الشتاء تبارك الله، الخير ديال سيدي ربي. واخا كان شويه ديال الصباح، كان شويه ديال الريح والعجاج، ولكن الحمد لله دابا راه كاين الشتاء، الحمد لله ربي راه رحمنا الحمد لله. خصنا ما نقنطوش من رحمه الله، لان الله هو اللي كيرزق والله هو اللي كيتصرف في الملك ديالو، حنا غير مسيرين وماشي مخيرين. والحمد لله ربي اليوم رحمنا بالشتاء، نتمنى من الله تكون طاحت في جميع انحاء المغرب ان شاء الله، ويكون عام زوين ان شاء الله، ويكون كل شيء فرحان وكل شيء، وترجع الخضره كما كانت رخيصه، وتخرج اي حاجه، خصوصا في هذا رمضان كنحتاجوا بزاف ديال الخضره، كنحتاجوا بزاف ديال الفواكه، وكيكون شويه ديال الغلا. نتمنى من الله في هذا الشتوى هذه ترخص شويه المعيشه ان شاء الله، واي واحد يقدر يشري الخضره، اي واحد يشري الفواكه. ونتمنى لكم رمضان مبارك كريم. اليوم ان شاء الله جيتكم فيديو جديد ان شاء الله، والحمد لله على هذا الخبر هذا. الحمد لله كما شفتوا المتابعين ديالنا، اليوم اختي رشيده اللي في محبوبه تي في، الحمد لله اليوم راها في واحد الحله جديده، وهي وعائلتها الحمد لله عائله رجلها. الحمد لله شفناها انها خرجت من داك الشيء اللي كانت فيه، داك المرض اللي كانت فيه، الحمد لله راه كتحسن شويه بشويه، وحيت داك الشيء ماشي ساهل، ولكن الحمد لله اي حاجه راها كدوز، وخصوصا اذا كتجيك الضربه قصحه في داك الاول، ولكن ملي كتشوف الناس واقفين معاك، لا من عائله راجلك، لا من عائلتك، لا من الناس، لا من المتتبعين، شويه كتبقى ترجعي النفسيه ديالك بشويه بشويه. والحمد لله داكشي اللي دارت هي دوزت هذه المحنه هذه، هي ماشي سهله، وواحد الحاجه اللي ما كانتش اصلا متوقعاها غادي يتوقع ليها بحال ما هكا، على حسب مازال كيكون شي واحد عنده اصلا بين فيه المشاكل، بين فيه ما كيحشمش، بين فيه التحرميات، راه كتجي داكشي سهله. ولكن نتوما كما كتعرفوا اختي رشيده راه ما عندهاش مع داك المشاكل، كتحشم ظريفه داخله سوق راسها، وتجيها واحد الدقه بحال هكا، وعاوتاني الدقه من اقرب الناس ليها، راه صراحه ماشي سهله، ولكن الحمد لله راها تخطات هذه الظروف هذه، ونتمنى من الله انها ما تديهاش فيه، وتستمر في الحياه ديالها، وتستمر مع تيتيش وحفصه، وتخلي المسيره كما هي، وتمشي كيف ما كانت، وما ديهاش فيه نهائيا، حيت هي اصلا عارفه راسها، وعارفه راسها اش كتسوى، عارفه راسها هي ما دايره حتى شي حاجه من داكشي اللي كيقول، فهاد الشيء هذا ما خصهاش ديها فيه نهائيا. والحمد لله عطاها ربي واحد راجل اللي هو حسن، الله يسهل عليه، واقف معاها، اللي ما يخليش حتى واحد انه يقدر انه يوصل ليها ولا حتى شي حاجه نهائيا، واقف معها وقفه راجل، والحمد لله. وهادشي اللي كيفرح صراحه الله، وجاب الله طاحت في واحد الراجل اللي هو كيعرف بينه وبين الله، وعارف رشيده شنو هي، وعارف اش كتسوى، وعارفها، وقابل عليها كيف ما كانت كما قال هو. وهادشي اللي كاين للمتابعين، وهي راه ما غاديش ديها فيه، واخا يبقى يهضر حتى هي. والحمد لله كما قلت لكم اليوم راه جمعوا كما كنقولوا الباليزه، وجمعوا داكشي اللي داو معاهم، وراهم ان شاء الله غاديين عند الام ديالها وعند الخوت ديالها. والله العظيم الا فرحنا ليها بزاف ملي شفناها غاده، وفرحانه وفيها واحد الفرحه باينه عليها، وغاديه بوليداتها الحمد لله. وجات مع العطله، هي هذيك العطله دابا كاينه ديال الدراري ديال المدرسه، اليوم شدوا العطله الدراري، وغتجي هي هذيك واحد المسافره من داكشي الرفيع. الحمد لله جات هاد العطله هذه، جات في الوقت ديالها، غتمشي تستمتع تما الحمد لله مع الام ديالها، ومع خواتاتها وخوتها اللي هما خواتاتها حقيقيين. اما هذاك حفيظ ما ديش عليه، راه كنظن ماشي لخاطرو، ماشي اي واحد غادي يوصلو انه يعير بختو، ماشي سهله، ولكن الله يحسن له، ربما دفعاتو هذيك، الله اعلم شكون دفعو، الله اعلم، حنا ما نتخلدو حتى شي واحد، الله يهدي ما خلق وصافي. واي واحد راه كيجيه الغيره ملي كيشوف شي واحد زايد القدام، وشي واحد داير لاباس الحمد لله، وشي واحد كيتحسن، راه ماشي كلشي كيفرح لك، راه كاين اكثريه الناس كيكون فيهم الحقد والحسد والكراهيه، الله يبعدهم علينا يا ربي، ما نتلاقاوش معاهم نهائيا. والحمد لله كما قلت لكم راه مجمعوا الباليزه، وشفناهم غاديا الحمد لله،
وراها غتكون واحد الفرحه كبيره، وغادي تفرح بها الام ديالها، راه شحال هذه ما مشات لعندها، وراها غتمشي تفرح بها، وغيفرحوا بها خوتها، وان شاء الله بغينا نشوفوا تصاور ولا الفيديوهات مع اللي كيبانوا مع عائلتها اللي كيبانوا. نتمنى انها تصورنا الدار ديال الام ديالها، نشوفوها الدار ديال الام ديالها كي دايره، شوفوا الام ديالها اللي بغات تبان معها كيبقى داكشي الاختيار ديالها والراي ديالها. الا كانت انها باغا تبان راه غادي تبان، ما كانش باغا تبان كيبقى حريه الشخصيه ديالها. المهم تصورين داكشي الاجواء ديالهم كي دايره، ونشوفوا الاجواء ديال الناس ديال تازه كيفاش دايره. تازه كنظن حتى هي قريبه على الشمال ولا شمال كاع، ونتمنى من الله اننا نشوفوهم فيديوهات زوينين ان شاء الله. راه مشات معاهم وحليمه، مشات معاهم فاطمه الزهراء، ومشات معاهم مشى معاها من الحسن وحسن، ومشات هذا رشيده اللي ضروري خصها تمشي، ومشاو معاها من الوليدات ديالهم. الحمد لله تبدل شويه الجو، تخرج من هكا تفوش شي شويه وتشوف بعينيها وتشوف الام ديالها اللي هي ضروري خصها تشوفها. العواشر هذه خاصنا ضروري نشوفوا عائلتنا، نشوفوا الام ديالنا، وبالخصوص الام ما كاينش بحالها، ضروري خصنا نتلاقاو معاها ونشوفوها. الحمد لله داكشي اللي دارت حتى هي، ووقف معاها حسن، وراهم غاديين ان شاء الله في الطريق. نتمنى والله ان غدا نشوفوا الفيديوهات ديالهم ان شاء الله يا ربي. وهادشي اللي كاين المتابعين، وبقاو معنا وشجعوني باش دائما نجيب لكم الجديد، فيما كان شي خبر زوين راه غادي نجيبو لكم. ودابا غادي ندوز للحفيظ، اودي السي حفيظ راه غادي الحمد لله اليوم رشيده راه غادا عند الام ديالها الحمد لله، وراها غتمشي تحيي معاها صلة الرحيم، وتلاقى مع الام ديالها وتهضر معاها المهم تلقى مع الام ديالها، لان ضروري العواشر خاصنا نزورو الحباب ديالنا والعائله ديالنا. وانت يا حفيظ الله يهديك، كما كنقول انا ما غاديش نسكت ليهم، زعما ما عرفتش انا فين باغي توصل. الحمد لله انا كنظن الاكثريه ديال الناس ما متفقينش معاك، الناس اللي داخلين عندك القناه ديالك راه حتى واحد متفق معاك. دخل شوف الكومنتات الناس اللي كل نهار اي واحد ضدك، هاد مشي ربعه الفيديوهات الاخرين، الناس اللي داخلين عندك في الكومنتات حتى واحد ما عجبو هذاك الشيء اللي كدير، حتى واحد ما عجبو هذاك الشيء اللي كتهضر في اختك، راه ما عنده حتى علاقه بها، لان هذاك الشيء كله غير كلام خاوي لا بها ولا بالعائله ديالها اللي هما الدار ديال المحبوبه، لانهم الناس الله يعمر لهم الدار. وانت اللي كتقول هما نصبوا على الجاليه، حيت لو كان نصبوا على الجاليه هما عندهم فمهم وهما يهضروا ويدخلوا ويقولوا شي كلام عليهم. وانت مالك ومال الجاليه؟ الا كانوا الجاليه كيبقى بينهم وبين الجاليه، وانت ما محلك من الاعراب باش غادي تدخل وتفضح اختك وعائلتها؟ نصابه من نصابه، كلاو الناس ديال الجاليه. احنا ما شفنا حتى شي واحد من الجاليه هضر ولا قال شي كلمه نهائيا، ما شفنا حتى شي واحد قال شي كلمه عليهم خايبه. الاكثريه ديال الناس الجاليه راهم كيحمقوا عليهم وكيجيو لعندهم، وحنا شفناها بعينينا الناس ديال الجاليه جاو لعندهم متتبعين، ما عندهم لا قناه لا حتى شي حاجه، وشفناهم عند محبوبه وكيغوهم لله في سبيل الله، لانهم هما واحد الناس الله يعمر لهم الدار. وحده قالت لي دخلت عندي بين الكومنتات قالت كتبت لي هما اصلا ما كيعرفوكش، انتي اللي قلتي لي اصلا ما كيعرفوكش، احنا اصلا مشينا لعندهم، انا ماشي غير كنهضر غير جيتو كنهضر هكاك، حنا راه مشينا لعندهم، وانا كمنتقده غادي نقول داكشي اللي شفتو بعينيا، وكنقول وانتقاد بناء. انا كما كتشوفي ما كنعاير حتى شي واحد، انا ما ضد حتى شي واحد، فقط ضد زعما اللي غادي يوصل وينضل يعاير اختو. انا كنظن هذا اللي كتبها لي راه غير منهم هما نيت، من حافظ نيت، راه ما جاش شي واحد اللي وراني اولا شي واحد متتبع ديالي ولا متتبع ديال محبوبه ولا متتبع ديال الناس اللي كيعرفوا الحق. انا كنظن جاي عم عندهم هما، كيبقى الراي ديالك وماشي شغلي انا وماشي سوقك فيا. انا ما عجبكش الشيء اللي كنقول ما تدخليش لعندي، وخليني انا منتقده بناءه اللي الحمد لله ما كنعاير حتى شي واحد وما كنسب حتى شي واحد. انا كنقول داكشي اللي شفتو بعينيا، ما كنقول شي حاجه اللي هي ما كايناش، وكان ربما يكون هو غلط انا كنبهو كوحده باغا له الخير، ماشي شي وحده اللي ضده ولا غادي نقول راني زعما عندي شي مشكل معاه. الحمد لله ما عندي حتى شي مشكل معاه نهائيا، واصلا انا ما كنعرفوش، انا كنعرف محبوبه وولادها وعيالات ولادها هما اللي كنعرفهم انا،
كنعرفو غير في كنعرفو غير في الفيديوهات وكنعرفو خو رشيدة وهادشي اللي كاين. وصراحة شفناه معاهم في الفيديوهات اللي كانوا محتاجين محبوبة، الفيديوهات اللي كانوا كيفرحوهم اللي داروا لهم القناة كانوا غيطيروا من الفرحة. مما قدهم فرحة صراحة الله، راكم شفتوهم ونتمنى اللي ما شافوهمش يدخلوا الفيديوهات فاش كانوا أول مرة غيديروا لهم القناة وكانوا كيهضروا عليهم وكيقول لهم دخلوا عند ابتسام وحفيظ، دخلوا عندهم شجعوهم راهم حتى هما من عائلتنا، وكانوا فرحانين بحال اللي كيصاوبوا القناه ليهم هما نيت، ماشي حتى لواحد من ولدهم، بحال اللي كيصاوبوا القناه ليهم هما في الفرحه. راه زعما راكم شفتوهم، واللي ما شافوهمش انا كنتمنى انكم غادي تدخلوا الفيديوهات القدام وغادي تعرفوني راني كنقول كل شيء اللي كاين، راه ما نزيد عليهم حتى شي حاجه نهائيا. واش ديك الساعه ما كانوش نصابه، واش عاد هما عاد ولاو نصابه، انا ما عرفتش غير في هاد العام الاخر عاد ولاو هما نصابه. شحال هادي ملي كنتو كتجيو عندهم كتقولوا احسن عائله واحسن الناس وعمر خيركم ما ننساوه، ديك الساعه ما كانوش كيبان لكم نصابه، دابا عاد ولاو هما نصابه ونصبوا على الجاليه ونصبوا عليكم حتى نتوما ونصبوا على الناس. صراحه الله راه ما كينصبوا حتى على شي واحد، هما الناس دائما بابهم محلول لاي واحد اللي جا كياكل ويشرب وينعس ويضحك ويفرح ويمشي بحاله فرحان، ما كيخليو حتى شي واحد انه يمشي لا معصب لا طالع عليه الدم لا انه ما عجبوش الحال لا غادي بواحد الحقد من جهتهم نهائيا. كيصيفطوا اي واحد فرحان، اي واحد ناشط، اي واحد كيمشي داكشي اللي بغى كيمشي به صراحه الله. وشحال من قناه طلعت طلعت من عندهم هما باذن بعد الله، الله كيكون هو السبب ديال الرزق والله هو اللي كيسهل، ولكن كيكون شي واحد اللي هو السبب اللي هما محبوبه. وهاد الناس هاد المراهم كلهم عارفين راسهم السبب ديال باش عرفوهم الناس وباش طلعت ليهم القناه، راه بسبب ديال المحبوبه، بسبب ديال الدعم ديالهم اللي كيقولوا الناس دخلوا عند هاد القناه هذه، شجعوها دعموها تابعوها الله يجازيكم بالخير. وحنا من ديك الناس اللي قالوا لهم هاد الهضره هذه، والحمد لله حنا واخا مشينا غير 3 ايام كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات السابقين كنقول لكم حنا مشينا عندنا بعيد 3 ايام ونهار الرابع جينا وكنشوف الحال الحمد لله. القنديله ماشي نقول لكم طلعات واحد طلع لي ما كايناش، ولكن الحمد لله كما كانت حسن مني كانت قبل ما نمشي لعندهم، وخيرهم ما عمري غادي ننساه. كما كيقول لك الخير ما خصوش يتنسى، واخا يكون قداش ما بغى يكون، واخا يكون عطاك بنادم غير تمره راه ما خصكش تنسى الخير ديالو، واللي كينساو الخير راهم ولاد الحرام. صراحه الله ما خصكمش تنساو الملح والطعام اللي شاركتوا معاهم وحسن الضيافه اللي ضيفوكم اول مره، لاننا حنا كاملين اصحاب القنوات اللي كنا مشينا لعندهم كاملين ماشي هما عرضوا علينا ولا عيطوا علينا ولا قالوا لنا اجيو عندنا، حنا اللي هزينا راسنا وجمعنا بوالزنا ومشينا لعندهم. وحتى هما كانوا من اطيب خلق الله ورحبوا بنا ودخلونا مع ولادهم وعائلتهم واخوتهم وداك الشيء، وحسبونا وحدين منهم وتهلاو فينا صراحه، وما خلاو ما داروا معنا. حنا ما نساوش الخير ديالهم صراحه الله، وخصوصا الناس اللي دوزوا معاهم، راه كاين اللي كيجلس عندهم شهرين، كاين اللي كيجلس شهر، كاين اللي كيجلس سيمانه، كاين اللي كيجلس جوج سيمانات، كاين اللي كيجلس 15 يوم. المهم الناس اللي جلسوا معاهم بزاف ومن بعد خرجوا كيضربوا فيهم بلا حياء بلا حشمه بلا ما يراعيوا الخير بلا ما يراعيوا الطعام بلا ما يراعيوا اليد المساعده اللي تمدت ليهم اول مره واللي داروا فيهم هما الخير وبسببهم باش القناه ديالهم ولا طالعه، ولاو كيدخلوا منها طريف الخبز الاخر في هذوك الناس اللي مشاو لعندهم، راه لما دخل والو كيدخل مليون ونص حتى لجوج مليون، كاين اللي ثلاثه. كيفاش كانت كنتي ما كتدخلش حتى ريال حتى ريال، شتي واخا تزاد لك غير 40000 ريال في الشهر اللي هي 2000 درهم، راها كتسمى راه خير وبركه لواحد الحاجه كتجيك مع واحد الانسان اللي وقف معاك ومن بعد الله بسببه باش انك وليتي كتدخلي واحد الطريف ديال الخبز، راه خاصك واخا يديروا فيك اللي داروا. المهم مثلا الا ما بغاوك تجي لعندهم صافي، حتى انت ولا انت كتشد رجلك صافي، كتقول هاد الناس هادو بغاو التيقار من حقهم صراحه الله، ماشي حنا نبغيو غير اللي بغينا حنايا، راك اي واحد كيبغي التيقار ديالو كيبغي يرتاح كيبغي انه يبغي يعيش في دارو مرتاحه صراحه الله. صافي كنشد رجليا ونقول صافي هاد الناس مابقاوش باغيين الناس يجيو لعندهم. المهم راه داروا فينا واحد الخير الحمد لله، القناه ديالنا ولات طالعه، تعرفت القناه ديالنا ولينا عندنا واحد النسبه ديال المشاهده الله يجعل البركه، ما نهضر فيهم ما يهضروا فيا صافي، كتشد تيقارك وصافي ونبينا عليه السلام.
وهادشي اللي كاين، ماشي هما صافي النهار اللي بغاو الحريه ديالهم غادي نوضو حنا نضربو فيهم. شي كيقول هادشي ونطو فم واحد بلا حياه بلا حشمه، ونسيتو الخير والطعام اللي شربتو معاهم زعما. كنقول لكم حشومه عليكم هادشي زعما. اي واحد اللي كينكر الخير اي واحد ماشي غير ديال المحبوبه، اي واحد مد لكم واحد يد المساعده كانت بالقليل ولا بالكثير، راه ما خاصكمش تنساو الخير ديال البنادم نهائيا، لان الانسان كيدير فيك الخير راه ما خاصكش تنسى الخير ديالو نهائيا. كاع واخا كيوقع بعد مره واحد سوء تفاهم صافي، كل واحد كيشد طريقه، كل واحد كياخذ واحد الطريق اللي هو مسلكه وصافي. والنبي عليه السلام ما كنبقاوش اننا غادي نتعايروا مع داك الانسان، ولا علاش ما بغاش نجيو لعندو، ولا علاش بغاش التقارو. كل واحد حر في راسو، كل واحد كيشوف داكشي اللي كيسلكو وهادشي اللي كاين. ونتمنى من الله ان كل واحد يعرف اليد اللي تمدت ليه، وما يبقاوش بنادم يهضر بزاف، لان الانسان ما خصوش ينسى الخير، ما خصوش ينسى الخير. وما تنساوش واحد اليد اللي تمدت لكم واحد النهار اللي كنتم محتاجينها والله العظيم. وكنقول لكم الله يهدي ما خلق، الله يهديك اودي حفيظ. ها هي دابا رشيده راه مشات عند الام ديالها اللي كنتي كتقولي راه غادي يمشي، وراه حسن ما يمشيش لتما نهائيا، ها هو غادي وبراسو مرفوع الحمد لله. هو اصلا كون عارف راسو داير شي حاجه راه ما غاديش يمشي لتما. واخا كاع مثلا انت غادي دابز معاك ولا غدابز مع اختك، ما يمكنش الناس ديال الحومه ديالهم مثلا، نقولوا الناس ديال الحومه غادي يجيو معاك كاملين، واخا تكون انت هو ما نعرف شنو تايق في راسك زعما لواحد الدرجه اللي ما كايناش، ما عرفتش انا الثقه ملي جديها. هما مدابزين معاك غير انت الجيران ولا الحومه ولا هذيك المنطقه اللي كتعيش فيه الام ديالها، رغم ما عندكش الحق انهم زعما غادي يجيو معاك انت، واخا تكون انت اللي كتمولهم راه ما غاديش يجيو معاك. وما عرفتش انا الثقه هذه الثقه العامية ملي جديها. وكنقول لك قبل ما تبقى تقول اتحدى واتحدى، هذيك اتحدى غير حيدها، راك ما كتحدى غير راسك. والله يهديك الله يهديك. والناس اللي كيكتبوا لي كومونتيرات كنشكركم بزاف، ونطوش عليكم الفيديو مبروك العواشر، وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله وبشي حاجه جديده، ومع السلامه.